ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. قالوا سلاما. قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضحكت فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقِ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقِ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إنّ إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد